السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي أينما كنتم، مرحبا بكم في دورتنا التكوينية التي نخصصها إلى تقنيات وأساسيات المونتاج. كثيرون هم من سألوني حول أهم السبل التي تمكنني من تعلم المونتاج، لذلك سأحاول أن أجيب عن كل هذه الأسئلة في هذه الدورة التكوينية. وتجدر الإشارة فقط أصدقائي إلى أنه يجب أن تتموا الدورة التكوينية حتى النهاية، ولا يجب أن أبدأ درسا من الدروس وألا أكمل أبدا. صحيح بأن عامل كونيكسيو أو عامل الانترنت أو عامل صبيب الانترنت ضعيف يؤثر سلبا على مردودية العمل، لكن هذا لا يمنع أصدقائي أن تقوموا بتحميل الفيديوهات وتقوموا بتخزينها داخل الهاتف الخاص بكم أو الحاسوب الخاص بكم. في هذه المقدمة يجب أن نسطر مجموعة من الأشياء الضرورية التي يجب أن نمتلكها قبل بدء الدورة التكوينية، وكذلك ما هي أهم الأشياء التي أحتاجها من أجل الاستفادة أكبر من هذه الدورة التكوينية. أصدقائي، أول شيء يجب أن نسلط عليه الضوء في هذه الدورة التكوينية وهو عامل المونتاج. فماذا نقصد إذن بالمونتاج؟ ما هو المونتاج أو بيان كيس كان مونتاج؟ خصنا نعرفوا بعدا بأن كلمة مونتاج فهي كلمة فرنسية، وبأن الفيرب ديالها هو لو فيرب مونتي، وهذاك السيد كيفي هذيك لوبيراسيون ديال المونتاج فهو لو مونتور. وخصنا نعرفوا كذلك بأن العملية ديال المونتاج فهي تتم عبر مجموعة من الأشياء، وأن المونتاج فيه مجموعة ديال الأنواع اللي كتختلف وكتنوع من مجال إلى مجال آخر. ما يمكنش مثلا أني أتحدث عن مونتاج مثلا لمجموعة من الصور التي قمت بالتقاطها مع إدراج فيديو آخر التقطته في مكان آخر كي أدرجه مع الصور من أجل إخراج واحد البروجكت خاص. ولكن كذلك قد نتحدث عن المونتاج الدرامي، وقد نتحدث كذلك عن المونتاج السينمائي، وقد نتحدث كذلك عن المونتاج الذي يحدث فيه مجموعة من التعديلات خصوصا في الأفلام ديال لا سيونس فيكسيون، ولا مجموعة ديال الأشياء اللي كندخلوها خصوصا ملي كنهضروا على لي زيفي سبيسيو. ويجب كذلك أن أنوه بأن عملية المونتاج فهي تتم عبر مجموعة ديال البرامج المختلفة والمتنوعة كذلك. وهنا يجب أولا أن أشير إلى مسألة مهمة وضرورية كذلك، وهي الحاسوب الذي ستعمل عليه المونتاج. هل هو حاسوب جيد أم لا؟ فحاسوب عادي لا يمكن أن نستعمله من أجل إخراج عمل متقون وعمل يستحق كل تنويه وكل شكر ويحظى كذلك بمتابعة أكبر. صحيح بأن مجموعة المحتويات المنشورة على اليوتيوب فهي قد لا تتطلب مجهودا كبيرا ومجهودا مضاعفا، يكفي أن تقول نامبورتو كوا وتجد مجموعة أو تحصل على مجموعة من المشاهدات. نحن نعمل على تطوير الأداء وكذلك تقاسم تجاربنا وخبراتنا في مجال المونتاج حتى تقوم كذلك بالاستفادة. من الأشياء الضرورية، أنا لن أدخل في تفاصيل الحاسوب، وكذلك المهم يجب أن تمتلك حاسوب قادر على تحميل مجموعة من اللوجيسيلات وكذلك تثبيتها داخل أو على الحاسوب. ما هي الآن أهم البرامج التي نستعملها من أجل عمل مونتاج أو عمل تحرير للفيديوهات؟ مثلا إن كنت مثلا أمتلك حاسوب ماك أو لشركة أبل، فالأغلبية يستخدمون فينال كات، لكن هناك مجموعة من الناس الذين يستعملون برامج أخرى، خصوصا الأشخاص الذين يستعملون الويندوز فهم يستعملون غالبا، وأنا بدأت صراحة بسوني فيغاس، فهذا برنامج أو لوجيسيال مهم وضروري بالنسبة للأشخاص المبتدئين في مجال المونتاج. ويمكن كذلك أن تعود إلى موفي ميكر المتواجد على
الويندوز الخاصة بك. فمنه استفدنا مجموعة من الأشياء، وكذلك قمنا بتطوير المهارات الخاصة بنا. ولكن كذلك إن امتلكت حاسوبا جميلا وأنيقا ويتحمل كذلك تثبيت البرامج، فأنصحك بأن تقوم بتحميل أدوب بريمير برو، لأنه مهم ومهم جدا في المونتاج. وتنتمنى لكم أصدقائي وقت ممتع وليلة سعيدة إن شاء الله تعالى. دمتم في رعاية الله، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله تعالى.